طيب ارحب على الهاتف برئيس مجلس اداره نادي الهلال الامير عبد الرحمن المساعد. مساء الخير سمو الامير. مساء الخير اخوي عادل، تحياتي لضيوفك الكرام. تفضل يا غالي. انا سمعت، الله يطول عمرك، دخلت ابو الوليد وسمعت دخلت الكابتن حسين، بس انا بوضح عده نقاط. على فكره احنا الحين الاجتماع التشاوري هذا ما هو ملزم، يعني لسه احنا ما يعني هذا الامر فيما يتعلق بوضع سقف اعلى للاعبين. يعني الحين مثلا فرضا كان السقف اللي اتفق عليه 3.5 4 مليون 5 مليون اللي هو افترض انه اتفقنا على 5 مليون في السنه. على فكره انا احب اوضح نقطه في غايه الاهميه. انه اكثر عقد اللاعب سعودي ما تعدى ال 5 مليون او 4 مليون ونص في كل اللاعبين. يعني امسك كل لاعبين المملكه لن تجد احد اخذ اكثر من 5 مليون في السنه او 4 مليون ونص في السنه، وهذه حالات نادره لاعب او لاعبين. فانت لما تتكلم عن سقف اعلى لا تعني انك انت تجحف بحق اللاعبين وانك انت يعني تخفض من قيمتهم، هذا شيء. ولكن الامر اللي انا ابغى اوضحه الان في حكايه انه ما في عده نقاط اوضحها بسرعه. هذا الاجتماع ايضا المهم، يعني اضم صوتي لابو الوليد، انه اهم في الموضوع قبل سقف العقود الغاء مقدمات العقود، الغاء ال 30% هذه اللي موجوده في اللائحه هذا. ما يكون في 30%، يكون عطل. يعني نفترض ان احنا ما اتفقنا على سقف اعلى، الاهم من السقف الاعلى في رايي يكون الخصم من الاجر الشهري. هذا مهم جدا، انه 30% هذه بالتجربه 80% من اللاعبين، طبعا في 20% من اللاعبين منضبطين مهما اعطيتهم، يعني هم نموذج للاحتراف. من اللاعبين منضبطين مهما اعطيتهم، يعني هم نموذج للاحتراف. كل الانديه موجودين من هالنماذج يعني المضيئه، ولكنهم للامانه اقليه. فمن المنطق ومن يعني لاجل حمايه اموال الانديه وحمايه اللاعبين انفسهم من تدهور مستوياتهم او الاهمال او اللامبالاه، انك انت توزع العقد وتربطه باداء اللاعب. هذه نقطه ثانيه اللي ابغى اقولها. النقطه الثالثه حكايه تفريغ اللاعبين من الدوري السعودي. اللاعبين اذا بيروحوا للخليج حيروحوا كلاعبين اسيويين، مسموح لكل نادي انه ياخذ لاعب اسيوي واحد. فمستحيل افرغ الدوري السعودي من النجوم، انت حتكون في منافسه مع الكوريين والاستراليين ومع قاره اسيا كلها. اللي انا ابغى اقوله، انت لما تقول سقف اعلى للاعبين، الهدف من هالكلام على فكره هذا، يعني في نهايه الامر انا بوضح نقطه مهمه. انا اتكلم عني كنادي الهلال الحين. في ناس تربط بين الموضوع هذا وبين موضوع اسامه والفريدي. اسامه هوساوي اساسا العرض اللي قدمنا له اياه وافق عليه، وعنده رغبه في الاحتراف الخارجي بعيده عن العرض اللي قدمنا له اياه. وانا طبعا اتكلم عن اسامه والفريدي لانهم لاعبين مميزين. لكن الفكره اللي المشكله اللي دعتنا الى اتخاذ هذا الامر، انه اصبحت يطرح في الاعلام، اللي يطرح في الاعلام اللاعب الفلاني ياخذ 6 مليون في السنه، كانه رقم 6 مليون في السنه هذا رقم مقدور عليه. انا بس بقول لكم احسبوا حسبه بسيطه. تخيل انا عندي 6 لاعبين، كل واحد منهم بعطيه السقف الاعلى. يعني عندي 6 لاعبين او 7 لاعبين عندهم تجديد عقود، وكل واحد متخيل انه بياخذ 6 مليون في السنه. اضرب 7 في 6 هذه 42 مليون. دخل الانديه من الرعاه الاستراتيجيين من الشركاء يوازي هالمبلغ. هل معقول ان انا ادفع كل الدخل الاستراتيجي في 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 عقود 6 لاعبين؟ طب امشي النادي كيف؟ فالمساله هي، لانه احنا يعني انت ببساطه ممكن انك تفتح يعني تفتح المساله مثل ما يقال على البحري، ولكن في حقيقه الامر اذا الامور هذه استمرت لن يستطيع اي نادي ان يفي بالتزاماته. انت مو الهدف انك تعطي اللاعب اول مقدم عقد اللي هو 30% وبعدين يجد اللاعب نفسه يتاخر عليه الرواتب لمده 8 شهور 9 شهور، او انك انت ما انت قادر تعطيه. هذا اللي حيحصل. انا اللي ابغى اقوله كمان، انه حكايه مثلا يعني في لعيبه معينين مثلا انا ما اقدر استغني عنهم، النادي الثاني ما يقدر يستغني عنه، ولكن في نهايه الامر مو كل اللاعبين حياخذوا السقف الاعلى كمان. يعني انا ممكن يكون عندي حارس ممتاز وحارس بديل ممتاز وحارس ثالث ممتاز، وفي فريق ما عنده حارس. انا اقدم للحارس الثالث اللي جاله مثلا اللي دخل فتره 6 شهور اقدم له مليون، يقدم له النادي مليونين يروح. يعني في نهايه الامر مثل ما انت قلت انت، وطبعا في سؤال ثاني يقول لك انه انتم كيف تضمن انه ما يكون في تحت الطاوله عضو شرف او شيء من هالقبيل. انا اقول المساله هذه بسيطه، انت عندك مداخيل من الراعي الاستراتيجي وميزانيات معتمدة تطلع عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب كل سنة. طيب اجبر الأندية انه الرقم اللي هو حق السقف الأعلى هذا ما يدفعه من الـ يعني يبان في الميزانيات انه ما هو دافع من الشريك الاستراتيجي. اذا يبغى يدفع عضو شرف، يبغى يدفع رئيس النادي من عنده، ما في مشكلة، اوكي ما عندنا مشكلة. لن تستطيع ان تقضي على التحايل، ولكن الهدف من الموضوع اللي احنا نسعى له ان احنا نستطيع ان نفي بالتزاماتنا تجاه لعيبتنا. اذا كان احنا في الوضع الحالي نتاخر بالشهرين وبالثلاث شهور احيانا في المرتبات، فما بالك اذا كان احنا نعطي كل لاعب 6 مليون و7 مليون في السنه. طيب يا امير، هذه هي الفكره باختصار، ان احنا ما نبغى نوعد بشيء ما نقدر عليه. طيب يا امير معلش اسالك، يعني انت الان والاستاذ خالد البلطان ورئيس الاهلي كلكم متفقين على هذه الفكره، اذا لماذا اللي وصلنا لمرحله
انه لاعب يغالي في 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 هذا السعر اذا كان عندكم انتم هالعقليات اللي تفكرون بانه انا ما اعطي اللاعب اكثر من قدره؟ لا هي الفكره ما هي بقول لك على شيء، يعني هي المشكله وش عادل؟ المشكله يعني تكمن في ايش؟ الحين انا ارجع اكد على حاجه، ارجع اقول انه انا يعني احنا كنادي الهلال ما عندنا الحين مشكله مثل ما قلت لكم، مشكله توساوي واضحه، والفريدي اصلا لسه اخر السنه حنحكي معاه في عقد، وفي نهايه الامر ممكن اي لاعب يحصل على عرض احسن يروح. انا في نهايه الامر لو حطيت سقف اعلى، انا اصلا ما ادري، هذه يبغى لنا نتاكد منها اصلا، هل يستطيع الاتحاد السعودي لكره القدم اقرار السقف الاعلى؟ هذه ماني متاكد منها اصلا، هل هذا مطابق لانظمه الفيفا ولا لا؟ ولكن انا اللي اقصده انه لازم هو قرع جرس انه وبعدين ارجع اقول لو كان السقف الاعلى فرضا 5 مليون او 4 مليون ونص، اوضح للاعبين حاجه، ترى كل اللاعبين اللي تشوفونهم الان موجودين ويلعبون اغلى عقود ما تجاوزت هذا الرقم، فاحنا ما نتكلم عن رقم يعني يجحف باللاعبين. طيب اذا لماذا نتكلم عن واقع، ولكن انا اللي اقوله انه لازم يكون في سقف اعلى عشان ما يصير في خيال اي لاعب. يعني انا اعطيك مثال، في لاعب ما ادري يسمح لي ابغى اتكلم عن الانديه، بس واحد من اصدقائي رؤساء الانديه لاعب ناشئ لسه الاول عقد احترافي له، يعني اللي هو المفروض انه هو وفق النظام يستطيع انه يخليه يوقع ب 92 الف في السنه، طالب 15 مليون في 3 سنين وهو عمره 18 سنة. يعني طب إذا كانت المسألة بهالطريقة، وأنا هي المشكلة لو إن إحنا مطلق، يعني لو إحنا مثلا أندية مخصصة، لو إحنا أندية مداخيلها تسمح بذلك، لو إحنا أندية مثلا مداخيلها قاعدة تتصاعد، لا إحنا المشكلة إنه الأسعار ترتفع ومداخيلنا كما هي، فمستحيل إن إحنا نوفي بالالتزامات اللي حنقطعها على أنفسنا. طب أنا ممكن إن أنا أقول أنا أوكي إذا كان الواحد بيفكر تفكير، طب أنا ممكن تكون مثلا هذه آخر سنة لي، فرضا هذه آخر سنة رئاسة لي، وجيت أنا مثلا جاني مثلا واحد مثلا لاعب مهم جدا نجم عندي وقال لي انا ترى اذا ما عطيتني 10 مليون في السنه ابى اروح للنادي المنافس، طيب وعندي ضغط جماهيري هائل وانه لا تخلي فلان يروح وكيف تخلي فلان يروح وهذا اللاعب المميز، طيب وجيت قلت له ابرك ساعه 10 مليون في السنه موافق ووقعت معه عقد، طيب وجيت عطيته انا مثلا استطعت تدبير 30 مثلا 50 مليون في 5 سنين، طيب استطعت ان انا اامن له 15 مليون الان، اورط اللي بعدي ب 35 مليون ما يقدر يدفعها. يعني هذه هي الفكره، مو هي المساله انت عندك مداخيل محدده لازم تتصرف وفقها، ولا طيب ارجع النادي حيعلن افلاسه او انك ما حتستطيع ببساطه حتقدر تعطيه له مقدم العقد فقط وبعد كذا يلا قابلني اذا صرفت لك، اذا ما تاخرت عليك بالست شهور والسبع شهور مرتبات. طيب اسمح لي امير، هذه المشكله، من اللي وصلنا لهالمرحله انه تضطرون الى الاتفاق، اليس صناع القرار في الانديه؟ شوف انا بقول لك على شيء، احنا في نهايه الامر مشتركين كلنا في الخطا، ما يعني احنا الحين انا بقول لك على شيء وابغى اوضح عده نقاط، انا لاني بصاحب الفكره الاولى ولا صاحب الفكره الاخيره، ربما في ناس في الانديه يعني مثلا سمعت انه الاستاذ عامر السلام اقترح الاقتراح قبل سنتين او شيء زي كذا. ما هي بهذه القضيه، هي القضيه انه احنا في مشكله ينبغي تداركها علشان نستطيع ان نفي بالتزاماتنا بغض النظر من المخطئ، بغض النظر الى الاسباب التي ادت الى ذلك، هذا امر ينبغي ان ننظر حياله بحكمه، ببساطه شديده انت عندك مداخيل في السنه 10 ريال. قاعد اتوقع عقود بما يوازي 35 ريال، طب حتجيب ال 25 ريال هذه من وين؟ طيب هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه، بس يعني من اذا كان كل واحد بتقول له بيقول لك 10 مليون بتقول له ايه، مو هذه هي المشكله، الواحد يفكر في نفسه وبعدين بعد ما يترك النادي يحمل النادي باعباء ما لها ما انزل الله بها من سلطان، اوكي انا وافقت اعطي لك 10 مليون في السنه وقدرت ادبر بجهودي وبعضاء الشرف اول 30% اللي انا اتمنى انها تلغى اللي هي ال 15 مليون، طب ال 35 مليون هذه اللي هي 7 مليون في السنه من وين بيجيبها اللي بعدي؟ طيب إذا كان الدخل عنده ما ارتفع، طيب عندنا الدخل التلفزيوني لا زالت مداخيله ضعيف، الدخل الجماهيري انتم شايفين الحضور الجماهيري كيف، مبيعات الانديه شايفين بضايعنا تقلد، وزاره التجاره ما هي قاعده تتدخل، كل هالمداخيل معطله وتطلبوننا ان احنا نوقع اسعار فلكيه مع اللاعبين والاعلام يضغط علينا برضو الاعلام الانديه الجماهيريه انه فلان لا يروح كلش الا فلان لا يروح وفلان سيوقع مع الهلال بستة مليون الا انه طالب 8 مليون، الاشياء هذه لما تصير عاديه في خلد اللاعبين احنا مقبلين على كارثه. طيب يا امير لو ما اقر هذا النظام بشكل نظامي يعني قانوني عند لجنه الاحتراف، انتم فيما بينكم ممكن تكملون هالمشروع كاتفاق جنتلمان انه انا ما راح ارفع سعر اللاعب عندي الا بهالمبلغ على الاقل عندي الجماهير؟ انا بقول على شيء، احنا في نهايه الامر سواء نجح هذا الامر ام لم ينجح هو هذا جرس يجب ان يعلق، ويجب الجميع يفهم، اللاعبين والاعلام والانديه تفهم ان احنا يا جماعه الخير المساله بسيطه، انا لما يكون دخلي 10 ريال ما يمكن اصرف 35،
هذه هي الفكرة بالضبط. احنا بالعقود اللي قاعدين نوقعها وفق الاسعار اللي في اذهان اللاعبين وصلنا لهالمرحلة. والمشكلة اللي انا ارجع اقولها انه اللاعبين فهموا من السقف الاعلى انه السقف الاعلى هذا مجحف بحقهم. طب فرضا ان احنا اقررنا سقف اعلى بخمسة مليون ريال، ما في الا لاعب سعودي واحد فقط يمكن اخذ خمسة مليون ريال في السنة. فاحنا ما احنا قاعدين نتكلم عن ارقام بسيطة. هي المشكلة اللي انا يعني اللي انا اوضح اللي ابغى اوضحها. انا باستطاعتي اني انا مثلا ارجع اقول باستطاعتي اوقع ادخل في المزايدات هذه. النادي الفلاني عارض من عن طريق عضو شرف 8 مليون 9 مليون 10 مليون، اقول له ابد ابرك الساعه تطق له صدري 12 مليون وادبر له اول 12 مليون ادبرها بالطول بالعرض باي طريقه واترك اخر السنه هذه. يجي اللي بعدي ورطام 48 مليون في اربع سنين من وين يدفعها؟ في لاعب واحد تخيل. طيب. هذه هي الفكره باختصار. شكرا لك. احنا ما نبغى نوفي نتعهد بالتزامات ما احد قادر على الوفاء فيها. وارجع اعيد واكرر، اعضاء الشرف والمصادر اللي هي من تحت الطاولة زي ما أنت تقول قاعدة تتقلص في الأندية وقاعدة توصل للمينيموم في دعمها. هذا شيء واضح ومعروف للجميع. صحيح. في كثير من الناس الداعمين في أكثر من نادي لم يصبح دعمهم بالمستوى المطلوب ولا تلومهم على ذلك. هاي الظاهرة اختفت كثير. المسألة أنك أنت لازم تحط سيستم. أنا أصرف 10 عندي مداخيلي 10 ممكن أصرف 12 بس ما يمكن أصرف 35. طيب يا عمي شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا للأمير عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.